بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، نحييكم بكل الخير والمحبة، ولقاؤنا يتجدد بكم في كل يوم اثنين في تمام الساعة 8 مساء في حلقة جديدة من حلقات برنامج مباشر مع الشرطة. هذا البرنامج تشاهدونه عبر قناة فلسطين مباشر، وتستمعون إليه عبر صوت فلسطين. نحييكم بكل الخير والمحبة، ونتحدث في هذه الحلقة عن موضوع مهم وآفة خطيرة تغزو المجتمع الفلسطيني، ألا وهي آفة المخدرات، والتي تبذل الشرطة والأجهزة الأمنية مجهودا كبيرا في محاربتها بالشقين. الشق الأول وهو العمليات على الأرض، والمتمثل في ملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي هذه الآفة الخطيرة، والاتجاه الآخر يتمثل في التوعية التي تقدمها الشرطة. في كل عام تضبط الشرطة والأجهزة الأمنية كميات كبيرة من هذه المواد بأنواعها المختلفة، سواء القنب الهندي المهجن، الماريجوانا، الحشيش، الهيروين، الكوكايين وغيرها من المواد، إضافة إلى حبوب المخدرة ومن أخطر الأنواع الإكستازي والكبتاجون التي يتم ضبطها بين فترة وأخرى مع تجار المواد المخدرة. كما لاحظتم من خلال متابعاتكم في الآونة الأخيرة، كثرت المستنبتات والمشاتل التي يتم ضبطها في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية، ولا ننكر بوجود هجمة إسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية لزراعتها في هذه الأراضي، خاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بمنع الزراعة في الداخل الفلسطيني، وكذلك إغلاق الحدود والمناطق التي كانت تدخل منها هذه المواد إلى الداخل الفلسطيني والأراضي الفلسطينية. لكن في الآونة الأخيرة هذه الجهات الإسرائيلية بدأت تستغل عدد من فلسطينيي 48، وكذلك من المواطنين الفلسطينيين بإغراءهم بالمال من أجل استئجار أراضيهم ومزارعهم وغيرها من الأماكن التي يتم زراعة هذه الآفة فيها. لكن إدارة مكافحة المخدرات طبعا طورت من أداء ضباطها في ملاحقة هذه الآفة وتجارها وكذلك مروجيها ومتعاطيها. طبعا كثير منا يتساءل كم هم عدد المتعاطين وكم هم تجار المخدرات. حقيقة لا يمكن لأحد أن يحصر هذا العدد، لأنه لم يتم إلقاء القبض على كل المتعاطين أو تجار المواد المخدرة. هناك توقعات بأنه عدد المتعاطين يعني يقرب من عشرات الآلاف، 25 و30 و35 ألف، لكن لا يوجد إحصائية دقيقة. لكن ما يمكن الحديث فيه هو الإحصائية التي تتعامل بها الشرطة. منذ بداية العام تعاملت الشرطة مع 1745 قضية في مختلف محافظات الوطن، وكان فيها إلقاء القبض على 2042 شخص، سواء تاجر أو مروج أو متعاطي، من بينهم 2016 ذكر و 26 من الإناث. نعم، يعني قد يقول قائل بأنه هل للإناث دور في ذلك؟ نعم، هناك 26 أنثى تم القبض عليهن أثناء إما ترويجهن أو تجارتهن أو تعاطيهن للمواد المخدرة. وللسائلين عن أنواع هذه المواد اللي منتشرة في فلسطين، كان الأكثر هو أشتال القنب الهندي المهجن الهيدرو، وهي في بعض الأحيان يطلق عليها الماريجوانا المحسنة، واللي تم تحسين هذه الشتلة من أجل إعطاء يعني نسبة تأثير أكثر. فتمكنت الشرطة من ضبط 32,155 شتلة من هذه الأشتال، وحبوب الإكستازي 4,132 حبة من هذه الحبوب، وهناك 7,250 حبة من الحبوب الأخرى بأنواعها المختلفة. لكن في موضوع الحشيش، وهو أيضا النوع الأكثر انتشارا في فلسطين، أيضا سجلت الشرطة أو ضبطت 13 كيلو جرام من هذه المادة، و 235 كيلو من القنب الهندي الجاف والجاهز للترويج والتوزيع. طبعا هذه الأشتال وهذه المواد تم ضبطها في 47 مستنبت منذ بداية العام، وفي العام الماضي قدرت تكلفة ما تم ضبطه على مدار العام
ب70 مليون شيكل، ومنذ بداية هذا العام اللي نحن فيه يعني قدرت قيمة ما تم ضبطه ب25 مليون شيكل. تخيلوا لو أن هذه المواد تمكنت تجار المواد المخدرة من توزيعها وترويجها في المناطق الفلسطينية، بالتأكيد كان هناك شباب ورجال ونساء دخلوا على خط التعاطي، وهذا يؤثر طبعا على الأسرة والمجتمع والفرد. لكن الحمد لله بتعاون المواطن اللي احنا بنوجه له كل الشكر والتحية، ونوجه لضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات كل التحية على الجهد الذي يبذلونه في ملاحقة هذه الآفة. لكن لا يمكن للشرطة أن تقدم هذه النجاحات وتنجح في هذه القضايا لولا تعاون المواطن بالدرجة الأولى. لذلك اسمحوا لنا أن نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده الزملاء في تلفزيون فلسطين، ثم نكمل معكم. ولكن نذكركم بهواتف البرنامج قبل طبعا الاستماع إلى التقرير أو مشاهدته من أجل المشاركة. أيضا يعني موضوع الحلقة ممكن نركز عليه، لكن نحن نستمع لكل قضاياكم وهمومكم. هواتف البرنامج 02-294-3065 أو 02-294-3067. في الآونة الأخيرة تزايدت حدة إقبال بعض المواطنين على آفة المخدرات، وتجلى ذلك من خلال كشف الأجهزة الأمنية المختصة لعديد المشاتل الخاصة بالمخدرات في عديد المحافظات. ظاهرة المخدرات ظاهرة سيئة، باستطاعة الذين يعني الناس اللي بتعاطي المخدرات بيتوصلوا لدمار في العائلة، دمار في المجتمع، دمار في المؤسسات، دمار في جميع أنحاء البلد يعني. فهذه الظاهرة منتشرة فعلا يعني في الوطن وخارج الوطن على مستويات عالية. أول إشي هو محرم دينيا، غير إنه عندنا ممنوع، هذا واحد. تاني إشي الناس بصراحة بتضحي عمالها بأولاد صغار، بتعطيهم شغلات يجربوها، إشي مش إشي إشي كتير يعني. الواحد لازم أول إشي يشفع على الولد الصغير قبل ما يعطيه أي إشي. في مخدرات في بعض المخيمات، لكن تشكي الشرطة تردعهم، وبعد يومين ثلاث تبقى مفرجة عنهم. في قدورة يجوا المخدرات، ومخيم قدورة يجوا المخدرات، وفي ناس بتعاطوا مخدرات ودمروا شباب، هذولا مش راضين إيش يعتدلوا من مرة. هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على أجيالنا ونسيجنا المجتمعي تحتاج كما يرى كثيرون إلى إجراءات رادعة قانونيا ومجتمعيا. ظاهرة المخدرات يعني ظاهرة مش منيحة في عنا، خصوصا المجتمع الفلسطيني، عشان يعني إنه بتأثر سلبا على الشباب اللي بعمارنا، ويعني بتخرب حياته. هو يعني انه المخدرات مضره للصحه، وفي يعني نتائج لها كثير سلبيه، يعني بتعمل ضعف في الانسان وبتروح العقل، يعني بعد ما تضيع مصاريك على مخدرات ضيعهم لخبز اولادك. في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال يحظى المهربون والمدمنون بتشجيع وتسهيل لتجارتهم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، مما يتقاطع مع أهدافها الرامية إلى ضرب وعي جيلنا ومجتمعنا. على الرغم من صرامة القوانين المتخذة أمام تجار المخدرات ومروجيها، إلا أنها تبقى خطرا يداهم مستقبل الأجيال الصاعدة. فهل نحن على المستوى الكافي لمواجهة هذا الخطر؟ لبرنامج مباشر مع الشرطة دانا العريدي. شكرا للزميلة دانا، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، ونذكر بهواتف البرنامج للمشاركة سواء حول موضوع الحلقة أو أي إشكالية تواجهكم 02-294-3065 أو 02-294-3067. ومن يعني أولى المشاركات معنا أبو أحمد. ألو، السلام عليكم. ألو، مساء الخير. مساء الخير سيادة العقيد، الله يمسيك بالخير. الله يسعدك أبو أحمد، منين تحكينا؟ من غزة. حياك الله، تفضل. حياك الله، سامعك أبو أحمد، تفضل. سيادة العقيد، أنا بشكرك على البرنامج الحلو. شكرا جزيلا. وبتشكر الضباط وأفراد المكافحة
يقوموا بجهدهم على هذا. ابو احمد. ايوه. سامعك تفضل. بتشكر الضباط وافراد المكافحه على جهودهم الجباره. شكرا والله. ابو احمد، يعني كثير من ضباط المكافحه تعرضوا لاطلاق نار وتعرضوا لمضايقات، ومنهم من اصيب ومنهم من استشهد. نعم. ايضا اثناء ملاحقه تجار المواد المخدره حقيقه. نعم. جهد. نعم. كبير. نعم ابو احمد. نعم. بشكرك كثير على البرنامج الشيق، يعني كل اسبوع بتختار حلقه حلوه. الله يسعدك، متابعنا على طول. ابو احمد. متابعكم والله يا شيخ العقيد. ربنا يفرجها عليكم ان شاء الله ويحل ازمه غزه وتعود الى حضن الشرعيه وتعود الحياه بشكل طبيعي في غزه كما كانت عليه سابقا. شكرا ابو احمد. شكرا. شكرا لك، يعطيك الف عافيه اخي ابو احمد. مره اخرى نذكر بهواتف البرنامج 0229430065 او 0229430067 طبعا لمن يستمع الينا عبر صوت فلسطين. بالعوده الى ما شاهدناه من التقرير، لفت انتباهي يعني قضيه بقول انه بجيبوهم وبروحوهم. الشرطه تقوم يا اخوان بالقاء القبض على من يتاجر في هذه المواد ومن يتعاطاها ايضا ومن يتاجر بها او يزرعها، لكن ليس الشرطه التي تقوم بالافراج عنهم. يعني قد يستغلوا ضعف القانون وقد يستغلوا ايضا بعض الثغرات في هذا القانون، لكن نحن وعبر تلفزيون فلسطين نناشد الإخوة في القضاء بضرورة التشدد في القرارات القضائية بما يخص تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة في ظل وجود قرار بقانون أقره السيد الرئيس حفظه الله قبل في عام 2015. طبعا في نهاية عام 2015 تم التوقيع على قرار بقانون رقم 18 الخاص بالمخدرات. هذا القانون نص على عقوبات رادعة تمثلت بالأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 30,000 دينار إذا ما تم تطبيقه في كافة المحاكم الفلسطينية وتم اتخاذ كافة القرارات بهذا الخصوص. بالتأكيد سيكون هناك رادع. الشرطة تقوم بإلقاء القبض وضبط هذه المواد بالتنسيق وبتعليمات من النيابة العامة وبوجود النيابة أيضا في كل المشاتل اللي يتم ضبطها يتم حضور الإخوة في النيابة واللي هي صاحبة الاختصاص الأصيل في اتخاذ قرارات التحقيق والضبط وإحالة إلى القضاء. لذلك نحن بحاجة حقيقة إلى قرارات رادعة. وقبل عدة أيام أصدر القضاء عدد من هذه الأحكام تمثل بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عام أو بالأشغال الشاقة المؤقتة وكذلك غرامات مالية كبيرة. وكان هناك يعني ثغرة بسيطة في هذا القانون أو هذا القرار وتم العمل على تعديله بشكل فوري وتم اتخاذ بهذه التعديلات. خلينا نسمع أخونا أكرم حول إذا كان لديه ملاحظة. أكرم السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ حياك الله أخي أكرم، من وين تحكينا؟ من سيرة الظهر. حياك الله، أهلا وسهلا. في عندي ملاحظة بالنسبة للشوارع، يعني مش مخططات، من اليوم طالع شتوي فيها، شايف علي؟ وين هاي الشوارع اللي مش مخططة؟ يعني بين نابلس وجيني من سيرة الظهر للجبل الأساس حادث قبل فترة، الشوارع مش مخططة، يعني بتبقى بالليل ماشي، مش الدار من الشمال من اليمين. بعدين في خط مش مبين، خط متواصل ولا متقطع. اخي اكرم انت يعني بتعدي من هذا الشارع كثير؟ انا من المنطقه، يعني بيجي واحد من الخليل ولا من رام الله بعرف شو متواصل الخط متواصل، يعني مسلكين للسيارات اللي طالعات وفي مسلك للنازلات. نعم. شايف علي؟ هسه اللي طالعين في منهم بالنسبه اللي نازلين بيتجاوزوا ممنوع التجاوز، انا بعرف انه مثلا ممنوع. في ناس بيجوا غربية وهذا مش من المنطقة وبتجاوزهم من نازلي. طيب وضحت. نعم وضحت رسالتك أخي أكرم. ضباط المتابعة. نعم في ملاحظات أخرى. في أخرى ملاحظة مثلا بالنسبة للطاقات الكبير الشاحنات. وين هاي؟ يبقوا الشاحنات الكبير اللي يبقوا حاملين رمل و. بكونوا مش مغطين الحمل. حمل أكثر من اللازم يكشف من الجناب السيارة من هنا ومن هون. طيب شكرا. شكرا أخي أكرم. ضباط المتابعة إذا بالإمكان التواصل مع الإخوة في العلاقات العامة في جنين ونابلس للحديث مع الأشغال العامة أو مع البلديات لتخطيط هذه الطرق. معنا مشاركة. رامي ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رامي من وين تحكينا؟ من غزة. حياك الله وسهلا. حياك الله.
حياك الله. حياك الله، كل تحية لأهلنا في غزة. الله يخليك. حياك الله، تفضل يا كرام. بدي أسألك سؤال قانونا، يعني هو جهاز التسجيل اللي هو اللي بكون بالسيارة قدام أمامنا، يعني هو قانونا ممنوع ولا مسموح؟ تسجيل إيش يعني؟ شو المقصود بجهاز التسجيل؟ تسجل يعني حديث الناس يعني اللي في المركبة؟ لا لا لا، هو الحين في السيارات الجديدة أو أجهزة بتكون مثلا أنت تكون ماشي وبتسجل فيديو للسيارة اللي قدام، يعني للسيارات اللي قدام الشارع. يعني إذا تماما نعم، هي يعني بصراحة إذا جينا نحكي بالشكل القانوني يمنع تصوير أي حدا إلا بقرار من النيابة، لكن في ظل الرقابة المجتمعية اللي إحنا بنطالب فيها اليوم وخاصة في الطرقات. أخي أحمد، أنت يمكن بعرفش عمرك أجيت على الضفة ولا لا، في عنا طرقات خارجية ما في شرطة عليها، الشرطة الفلسطينية ما بتقدر تعمل في هذه المناطق، هناك تجاوز كبير للسائقين، بتجاوزوا القانون بسرعة زائدة، تجاوز خاطئ. إحنا طالبنا من السائق من المواطنين وليس السائقين أنه يصوروا هاي التجاوزات وإرسالها للشرطة ووزارة النقل، ولذلك فيها إشكالية قانونية لكن يمكن يتم الأخذ بها من أجل يعني منع السائقين من ارتكاب هذه الأخطاء القاتلة اللي خسرنا أرواحا كثيرة في هذه الطرقات. يعني هذا ممكن تجاوز، لكن إذا بدك تصور أي شخص أي تحركات لشخص أنت بحاجة لقرار من النيابة. لا معلش، أنت ما فهمتش إيش قصدي. هو القصد انه هو في السيارات بتيجي يعني جاهزه، يعني هي السيارات الحديثه مثلا فيها كاميرات اماميه وبتسجل دايركت. طول ما انت بتشغل السياره هو بضل يسجل فيديو قدام للسيارات الماشيه امامك، يعني للسيارات في شارع عام، يعني بتوقع ما فيها شيء. لكن اذا كان انت دخلت في خصوصيه اي مواطن ممكن تصير اشكاليه، حتى لو كانت الكاميرا مثبته من الشركه، يعني ممنوع توجه هذه الكاميرا باتجاه شيء خاص مثلا على منزل. لا 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 منزل. عادي عادي، ما له علاقه لا في مواقع عسكريه ولا ناس او شيء او شيء زي في امور اخي رامي، في امور عامه في الشارع يعني يجوز لك ان تقوم بالتصوير. واحنا شكرا اخي رامي على هذه الملاحظه. نحن قمنا بدعوه المواطنين الى تسجيل المخالفات في الطرقات الخارجيه لتخفيف من حوادث السير. 67% يا اخوان من الحوادث اللي بتقع في الطرقات الخارجية. معنا مشاركة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، نتعرف عليك. يسعد مساك سيادة العقيد، معك فادي عواد من نابلس. حياك الله أخي فادي، يسعد مساك. بالاحترام لكم، ونحن قلبا وقالبا مع الشرطة ومع القانون بإذن رب العالمين ومع الأجهزة الأمنية. الله يسعدك، تسلم أخي فادي. يعني هذا المأمول منك ومن كل المواطنين، لأنه هذه الأجهزة الأمنية وجدت لخدمتكم. نعم صحيح، ودام الله علينا سيادة الرئيس محمود عباس، وإن شاء الله تكون بالأمن والأمان دولة فلسطين بإذن رب العالمين إن شاء الله، وعاصمة القدس الشريف. سيادة العقيد، عندي ملاحظة بسيطة. في مدينة نابلس أغلب الأحيان السيارات الخصوصية اللي بيكون عليها لطاش شرطة أو إزعكاء بتكون هي أصلا يعني حرة عن السيارة، مضبوط، لكن السيارة مدنية. طيب أخي فادي، يعني نوضح هذه النقطة، وكثير أنا تلقيت رسائل من المواطنين بخصوص هذا الموضوع. أولا، يمنع على أي مركبة مدنية وضع اللطاش اللي هو اللواح، إحنا بنسميها السرينة أو صافرة الإنذار، اللي يعني للأسف متعارف عليها بين المواطنين أزعكاء، وهذه يعني لغة أجنب عبرية مش صحيحة، لكن هي تسمى صافرة إنذار لمركبة أمن، وهذا يمنع على المواطن أن أو المركبة المدنية أن تقوم بتركيب هذه الأمور. ويا ريت أخي فادي إنه وإلك ولكل المواطنين، إذا في مركبة تقوم بتركيب هذه الأمور عليكم إبلاغ الشرطة عبر الرقم المجاني 100 من أجل متابعتها. بس رقم المركبة والاتصال على الشرطة عبر الرقم المجاني 100، وإن شاء الله إنه راح نتابع هذه المركبات. بالمناسبة هناك حملة تجاه هاي. صحيح. نعم. سيدي سيادة العقيد، توجيهي يعني لقرى نابلس، أغلب قرى نابلس، فهمت علي؟ هناك سيارات بإزالة المواطنين لهذه المناطق نابلس وقرى نابلس. فهم علي؟ أنا يعني نطلع على الأمور، وأزل مرة توجهنا للمجالس الكروية بإحدى القرى، فهمت علي؟ أنا بقدر أتواصل معه في مثلا على آخر برنامج إن شاء الله. يا ريت يعني خليك مع ضباط المتابعة بزودوا كل يعني المعلومات اللي بطرفك تزودهن لضباط المتابعة. هناك مركبات غير قانونية سيادة العقيد، يعني تركب راعش على السيارات إزعاج آخر الليل للمواطنين. وهذا نتمنى من الشرطة، يعني أخواننا بالشرطة، ودمتم إلنا وبخرا للوطن بإذن رب العالمين والأمن وأمان المواطن، إنكم تقوموا بمتابعة هاي الأمور بجدية وبأخذ بالقانون وإجراءات القانونية ضدهم إن شاء الله. أخي فادي، إذا عندك معلومات يريد تضل مع ضباط المتابعة الملازم عرسان،
والملازم عمر، ياريت تشوفوا أخونا فادي إيش عنده معلومات للمساهمة. إخوان، يعني مساهمة المواطن في الحفظ الأمن والأمان والمعلومات اللي يدلي بها المواطن تساهم في إلقاء القبض على المطلوبين، تساهم في الوصول إلى المستنبتات. رح نحكي في هذا الدور للمواطن، لكن خلينا نسمع إلى مشاركة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو. طيب، يعني فقدنا الاتصال، لكن يعني دور المواطن مهم يا إخوان في ملاحقة المخدرات وتجارها ومروجيها، الإبلاغ عن أي تحرك. يعني لا أقول لكم سرا إذا ما قلت إنه معظم عمليات الضبط كانت بمعلومات من قبل المواطنين، شاهدوا تصرفات غير طبيعية لتجار المواد المخدرة في أماكن بعيدة، في أماكن نائية، اللي تجار المخدرات حاولوا أن يقوموا بالتمويه، عملية التمويه لتجار الزراعة. يعني الآن نحن نشاهد بعض الصور للمواد المخدرة اللي تم ضبطها، وهذه تم ضبطها في أماكن بعيدة، أماكن نائية لا يمكن الوصول إليها لولا تعاون المواطن. هم زرعوها في بئر تحت الماء في بعض الأحيان، في بئر تحت الأرض عفوا، وفي كهف بعيد، وفي فيلا حديثة، وفي مزرعة، وفي أيضا بعض الدفيئات الزراعية، وفي بعض المنازل، وفي بعض الحدائق كانت تزرع هذه المواد. الآن نحن نشاهد بعض أنواع هذه المواد، وهي الحشيش، وكيفية تهريبها وكيفية ترويجها وتوزيعها، وهذا يعني من الأنواع اللي ممكن تؤدي إلى الإدمان في كثرة التعاطي. الآن هذا يعني الماريجوانا عندما يتم تعاطيها من خلال سيجارة، أو يتم القنب الهندي خلطه بالتبغ، هذه أراضي مزروعة وكانت نائية، هذه هي نبتة القنب الهندي المهجن، وهذه يعني بعد ما تم قطفها، والآن يعني يتم الاستفادة من العرانيس وبعض أجزاء الشتلة من أجل صناعة المواد المخدرة سواء الحشيش، بعد عملية التجفيف وإضافة بعض المواد الصناعية عليها للتعاطي بالعديد من الطرق، إما بالمضغ وإما بالسيجارة من خلال التدخين، أو من خلال التعاطي عن طريق الشم الأنف، من خلال الأنف. يعني حقيقة مواد خطيرة، لكن يعني دور المواطن اللي تحدثنا عنه، وهو دور مهم في الرقابة والتواصل مع الشرطة وإبلاغها عن أي تحركات لتجار المواد المخدرة، وهذا ما ساهم في ضبط المستنبتات الكبيرة. وكما قلنا إنه تجار المخدرات حاولوا التمويه في هذا الجانب، فقلنا في بئر تحت الأرض، في حدود نائية في منطقة الظاهرية مثلا، أو في أماكن زراعية، في منازل، في فيلا الحديثة، كما حدث قبل عدة أيام في رام الله في حي الطيري، وهو حي يعني لم يتوقع أحد بوجود مستنبت كبير للمخدرات، وحقيقة كان معمل ومستنبت لزراعة المخدرات من النقطة الأولى حتى النهاية، من الاستنبات وإحضار البذور والزراعة والقطاف والتجفيف إلى أن يتم إنهاء كافة العملية. نبدأ نأخذ مشاركة ثم نكمل الحديث في هذا الجانب. وبالمناسبة يعني الحلقة أيضا لاستقبال أي ملاحظة ليس فقط على موضوع الحلقة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيفك يا سيادة الناقل؟ الحمد لله. نتعرف عليك. اسمي حسام من رماني جنين. حياك الله اخي حسام، تفضل. كيفك سيادة الناقل؟ الحمد لله رب العالمين. يعني احنا بنثمن جهودكم حاليا من اجل سيادة القانون. حياك الله. واحنا يعني واجبنا ان نحافظ على الحالة الامنية ونقدم الخدمة الافضل لابناء شعبنا الفلسطيني. الله الله يسعدك ويخليك. حياك الله يا حسين. سيادتك، انا في عندي نقطتين بالنسبه للطريق العام، يعني شارع جنين حيفا. اها، حياك. ايش هي الملاحظه اخي حسام؟ الملاحظه الاولى سيدي، مشان التراكتورات، يعني للاسف بتكون بالليل ماشي بالسياره، ما بتتفاجئ الا انت قدامك تراكتور. وطبعا انا شفت ثلاث حوادث، يعني طبعا الحمد لله ما صارش فيها إصابات كبيرة أو وفيات، لكن يعني والحمد لله طبعا، لكن يعني فعلا كانت حوادث مروعة.
طبعا بسبب عدم استعمال الاضاءه في التراكتورات او حتى العواكس هذه اللي بخمسه شيكل ممكن يشتريها ما بحطها على العربيه، فما بتشوف حالك الا انت داهم جبل حديد. يعني اخي حسام انا معك في هذا الامر وموجودي، يعني للاسف انه اولا هذه الجرارات لا تخضع للصيانه ولا يوضع عليها الاشارات وحوادثها قاتله كما الدراجات، يعني الدراجات النارية والجرارات الزراعية هي من المركبات الخطيرة والتي تؤدي إلى وقوع حوادث سير قاتلة. لذلك أخي حسام بدي استغل وجودك معي وأناشد كل من يمتلك جرار زراعي أن يقوم بإصلاحه بشكل دوري، أن يتأكد من الأجزاء الرئيسية في هذا الجرار، لأنه فقدنا رجالا وشيوخا وأطفالا من جراء هذه الجرارات وعدم اتخاذ الإجراءات، وخاصة في منطقة جنين اللي تكثر فيها هذه الجرارات. نحن يعني نناشد كل أصحاب هذه الجرارات، يعني يمكن الإخوة في وزارة النقل يتساهلون في هذا الموضوع حفاظا على الحركة الزراعية في فلسطين، ومن أجل أن يمارس المزارع أعماله بكل حرية من أجل الحفاظ على الأرض والزراعة، وهذا الجزء الهام في اقتصادنا الفلسطيني. لكن الجرارات خطيرة يا إخوان، وبحاجة إلى صيانة وبحاجة إلى وضع هذه الإشارات حتى نحافظ على أنفسنا وأبنائنا. شكرا أخي حسام، شكرا. معنا مهند. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، من تحكينا أخي مهند؟ من نابلس بحكي معك. حياك الله، تفضل. الله يعطيك العافية بالأول ويعطي الشباب العافية. حياك الله. إحنا من الناس اللي مع القانون ومع الالتزام بالقانون، تحية عن الشباب ما شاء الله، خصوصا شرطة السير. نعم، يعني ما شاء الله عنهم مش مقصرين. يعني حبيت أحكي. الله يسلمك يا مهند. كبداية حبيت أحكي كبداية عشان أي كلمة تنحكى زي ما أي واحد فينا بشغله في أوضاعه كلياتها إلا يكون في شغلات بيكررها وهو مش منتبه عليها، فمن نعم. الحكي يكون يعني يتأخذ كإخوة بيحكوا مع بعض. أخي مهند، يعني إحنا عملنا هذا البرنامج بتعليمات السيد اللواء حازم عبد الله مدير عام الشرطة لتكون أنت الرقيب على الأداء الشرطي، فإذا عندك ملاحظات ياريت نسمعها أخي مهند. الله يعطيك العافية. الاسم بديش أكون يفكروا أني متعمد التغيير، الاسم مهند طبيلة مش ميضي، طبيلة. تفضل أخي مهند. تفضل. بالنسبة للي شوارع السير عنا بالصلاة على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم، الصبحيات بننزل نوصل الأولاد على المدارس، بكون في انتشار ما شاء الله لشرطة السير على المطارع على الإشارات، انتشار سواء شوب سواء شتاء الله يعطيهم العافية. بس في مرات بتلاحظ الشغلة كتير بتتكرر، الشارع اللي بكون فيه أزمة بتطلع بتلاقي فيه دورية شرطة واقفة على جنب السير، أو بتلاقي فيه شرطي قاعد بخارج سيارة مش بقول له هات وراءك صف السيارة بعيد وتعال عشان أحكي معك أو إشي، لا بتلاقي بالمنطقة اللي الشوفير هذا عامل الأزمة عن طريق تأخيره أو عن طريق مخالفته أو إشي، فبتم توقيفه لكتابة المخالفة أو لمراجعته بنفس المنطقة اللي هو أصلا عامل فيها أزمة. يعني أنت اقتراحك أنه لما يكون واقف دقيقة بالأزمة هذه بتصير الشغلة دقائق، وأن معهم حق كلهم خالف، بكون هو متعدي، بكون هو معطل غيره، مضبوط هذا الحكي. ووقفته لما يوقف الشرطي أيضا تعمل على الحركة المرورية أو اختناق اختناق مروري. نعم. عن الشرطي عن طبيعي بده يوقف هذيك المنطقة عشان يمنعه يوقف، بس لو لو بقول له هات وراءك وزيح سيارتك على جنب وتعال عشان أكتب لك المخالفة مثلا. طيب هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية يا أخي مهند. الملاحظة الثانية أبواب المدارس. احنا يعني الحمد لله شعب محافظ، شعب ملتزم، شعب بحاول يبعد عن كل السلبيات اللي ممكن تتطور لشغلات زي المخدرات اللي كان مين حكى عليها قبل شوية او شغلات تانية. الصغير المراهق هذا اذا ما نسجش من اولها اللي يعرف الصح من الخطأ. نعم. يعني رسالتك متابعة الوقت شغلة انه من امن العقاب سأل ادب. احنا طايل علينا لما ننزل بناتنا باب المدرسة نقول للشباب اللي واقفين على بوابة المدرسة لو سمحت ادعت عشان افوت البنت على المدرسة. طيب وضحت شارع المدارس منطقة العائشية الصبح بكون في تواجد شرطة، الظهريات ما بكونش. اليوم صار موقف وصلت انهم الاولاد جايين يعني كلاب، كل واحد جار كربه قدامه باب المدرسة، فبتصل على الرقم 100 الشاب اللي هناك وانا على الخط بيحكي بنادي على اللاسلكي
دورية شارع المدارس، دورية شارع المدارس أنا سمعته أنا على الخط معه اللي جنبه بقول له هدول معه جهاز. طيب أخي مهند يعني وضحت رسالتك، رسالتين إليك أخي مهند، راح نتابعهن وضباط المتابعة بالتأكيد سجلوهن، ملاحظات مهمة وإن شاء الله إنه نتجاوزهن. معنا مشاركة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك؟ أخ أبو عماد. مين؟ أبو عماد. أبو عماد من أين أخي أبو عماد؟ من منطقة خليل، أنا عسكري متقاعد. حياك الله، أي منطقة بس؟ من منطقة الخليل. الخليل، حياك الله. صح، كيف حالك يا سيادة العقيد؟ حياك الله، تفضل أخي أبو عماد. تسلم، والله أنا بشكرك على البرنامج اللي تيجي عليه حتى تكون الصورة واضحة للشعب كله. إن شاء الله، إن شاء الله نقدر نوضح الصورة، إن شاء الله. أنا يعني بخصوص قضية المخدرات بالذات يعني. هاي ظاهرة مش بسيطة موجودة عندنا. أنا بدي أكون يعني المعلومات اللي تصل تكون هي سرية، فمش لازم أحكي على التلفزيون أقول كذا وأقول كذا. ممكن تحولني على المتابعين في منطقة. طبعاً أبو عماد. تعطيني رقمه أنا بتواصل معه إذا في أي معلومة تكون تصل بسرعة مش. نعم. طيب أبو عماد يعني خليك إذا عندك معلومات خليك معنا تحت الهواء. ضباط المتابعة، شوفي لأبو عماد على ما يبدو عنده ملاحظات في هذا الجانب. ويا إخوان يعني إذا كان عندك معلومات حول تحركات تجار المواد المخدرة إنه تكون من خلال الرقم المجاني 100 يعني، وتكون المعلومات هاي سرية بالتأكيد. معنا مشاركة أخرى، أبو الحلاوة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام. اسمعنا من التليفون إذا سمحت. تفضل. حياك الله، تفضل أنت على الهواء أبو الحلاوة. من وين بتحكينا؟ عليكم السلام، من وين بتحكينا؟ كيفك يا عقيد؟ الله يسعدك، من وين بتحكينا اخي ابو الحلاوي؟ انا من جنين. اهلا وسهلا باهلنا بجنين، تفضل. شو اخبارك يا سيدي؟ الحمد لله رب العالمين. قبل شوي حكي معك اخي من جنة من رمان، تعرف المهم انا بحكي لك عن اللي هذول الزمر زي الزعكار زي تعال صافره انذار يا زلمه هذول مجننين وحاتم حالي. صدقني يعني أحيانا يبكوا حتى الشرطة يبكوا سامعينهم وشايفينهم ما بحكي معاهم. طيب يعني على مستوى القرى أنا من قرية فندقومية. إذا في عرس وليش يبكوا طالع لك بها العرس يا زلمة؟ لا دراعوش، واحد مريض، واحد على دواء على امتحانات، واحد على لا والسائق ممكن يفكر إنه في سيارة إسعاف، سيارة شرطة خلفه ببعد على اليمين. بعدين في ملاحظة جات وعك يتحملني معلش. تفضل. سيارات بيتك عليهم لافت أسود هاي. لافت؟ اللي الزجاج هذا معتم أسود محطين عليه أسود. ممنوع هاي ممنوعة. يا سيدي وصدقني إنه عبد الله هو تعرف شو محمل دايب محمل يستغفر الله من الناس نحكي على. لا ما هو شوف يعني الشرطة يعني تلاحق هذه المركبات واللي بيكون معتم مركبته بتم تنزيلها عن الشارع. او تحرير له مخالفه 300 شيكل عشان يروح يرخص من هالو جديد التحرير حاطين بحط لك الشرطه الجزء صح بجزء الشرطه بيكيم اياها لا تبرد ثاني مره بجزء بده ثانيه من لا 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 اذا ما بده يقيمها اذا مسك مره اخرى اما تنزيل عن الشارع واما طبعا تحرير مخالفه 300 شيكل فالتعتيم ممنوع على الاطلاق. نعم وانت ذكرت نقطه مهمه انه هذا التعتيم ممكن يعمل اشكاليات الواحد بحمل بالسياره بدناش نقول اكثر من تهريب مواد ممنوعه بديش احكي اكثر من هيك لكن في عايزين في نقطه ثالثه تحملني معلش بالنسبه لحزام الامان حزام الامان يعني حزام الامان عندنا قانون في الشيء يعني قانون بس انا بقيت انا يعني من العائدين بقيت عايش برا روحنا على كذا دولة. يعني هسا أول ما تفوت عندنا عجينين عندنا جنات يقول أخوتنا بالسلطة بالشرطة يعني واقفين يقول لك حط حزام الأمان أو يعني هذا أنا فيش يعني في أصل قانون داخل مدينة بس ما يعني بقينا برا فيش بتحط حزام الأمان أطلب الخارجية مع لازم. طب أبو الحلاوة أنت معك رخصة؟ أنا معيش رخصة. معك؟ معيش رخصة لا. لو إنك معك رخصة حد من قرايبك معه رخصة؟ ما اسألوا اول عمل عمله لما في التست في الفحص العملي اول عمل أيوة. كان مفروض يعمله الطالب هو وضع حزام الامان واذا ما قام بوضعه طبعا يتم ترسيبه في الامتحان.
موضوع حزام الأمان مهم جدا ومن أكثر وسائل الأمان في داخل المركبة. وأنا بدي أوجه رسالة لكل السائقين أنه يعملوا تجربة يكون ماشي على سرعة 20 كيلومتر بالساعة ويفرمل بصورة سريعة وشوف إيش ردة الفعل للركاب في داخل المركبة. شكرا شكرا أبو الحلاوي. يعني والقانون بفرض على الجميع وضع حزام الأمان. طبعا مستمرين وإياكم في هذه الحلقة مباشر مع الشرطة ولكن بعد الفاصل. سهل بسهولة فيه وصلوا لك طلبية زي بتطلب أكل على الدار بوصلوا لك يا على الدار. تكذب تسرق تنهب في أي طريقة بدك أجيب. حطبت المادة في قهوة يعني أول إشي بقى. أحد المتهمين اشترى فيهم السيارة السابقة. نرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات وبرنامج مباشر مع الشرطة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن آفة المخدرات وانتشارها في فلسطين. وكما شاهدتم في الفاصل بعض المهمات لأجهزة الأمن والشرطة في ملاحقة تجار وزارعي هذه الآفة. طبعا كما ذكرنا أنه نركز على موضوع مهم وهو تعاون المواطن بشكل كبير في هذا الجانب. أصبح المواطن الفلسطيني يرفض تجار المواد المخدرة ولا يقبلونهم في المجتمع. ومن النقاط المهمة التي جاءت بعد عمليات توعية كبيرة قامت بها الشرطة في المدارس والجامعات وعبر وسائل الإعلام المحلية هي طبعا موضوع الإبلاغ عن أفراد الأسرة. عندما تقوم الأم أو الأب أو الأخ بالإبلاغ عن أحد أفراد الأسرة لتعاطيه المواد المخدرة وهذا ليس عيبا وإنما يأتي في إطار المحافظة على الفرد والأسرة وبالتالي حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. في كل عام تتلقى الشرطة ما بين 80 إلى 100 بلاغ من الأسر ضد فرد آخر يتعاطى المواد المخدرة في داخل هذه الأسرة، كأن يقوم الأب بتسليم ابنه أو تقوم الأم بالإبلاغ عن ابنها أو الأخ عن أخيه للحفاظ عليه وعلى الأسرة. وهذا تطور نوعي وقانوني وثقافي في المجتمع الفلسطيني ومهم، ونحن نقوم بالعمل على تقوية هذا التصرف وهذا التوجه اللي هو يصب في مصلحة الجميع. وطبعا الشرطة عندما يقوم أحد أفراد الأسرة بالإبلاغ عن شخص من داخل الأسرة طبعا تتعامل مع هذه القضية بشيء خاص وبمعلومات سرية وتقدم الإرشاد والتوجيه والتوجيه المعنوي والنفسي للأسرة بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. نستمع إلى أخونا أسامة مشاركة معنا. مساء الخير حبيبي. مساء الخير أهلا وسهلا. يسعد مساءكم وكل احترام وتقدير لكم يا سيدي. مشكورين على هذه البرامج الثقافية التي تعطي توجيه وتعليمات للناس. حياك الله أخي أسامة. يا حبذا لو تكون هاي كل أسبوعين أو كل شهر على التلفزيون يعني حتى تصبحوا للناس الأمور اللي بتكون يجهلوها الناس. أخي أسامة إحنا برنامجنا أسبوعي كل يوم اثنين بتلاقينا بنحكي هون. طيب أخي سيادة العقيد معك. بالنسبة للمطبات هل المطبات قانونية اللي بيعملوهن في الشوارع؟ بالتأكيد المطبات ذكرت في قوانين الحكم المحلي وهناك مواصفات هندسية لهذه المطبات توضع وفقا لتقرير من مهندس البلدية أو مهندس الأشغال العامة. لكن أخي أسامة بعض المواطنين يقومون بوضع هذه المطبات بطريقة غير قانونية وغير هندسية وفي أماكن لا داعي لوجود مثل هذه المطبات. فلا أدري ماذا تقصد، تقصد اللي تقوم بها البلدية أم اللي بيقوم بوضعها المواطن؟ حتى البلديات أو المجالس الكروية وبكل أسف المطبات بيكونش مدهونة
في مواد في سوريا تبين في الليل او تبين في النهار على انسان رايح على منطقه ثانيه غريب بيعرف شنو فيها مطبات او في شيء، ليش ما تكون مدهونه؟ ما لا لا يعني ضروري اخي اسامه، يعني اذا عندك اماكن معينه يا ريت تذكر لنا اياها، ممكن نتساعد مع الاخوه في تلفزيون فلسطين ايضا للعلاقات العامه في الشرطه. يعني من كفر راعي لجنين في بحدود ال 35 مطب. بلديه كفر راعي اللي قامت بوضعها، بلديه كفر راعي ومجلس صحمي وبير الباشا وعرابي كلياته ما في ولا مطب في ماده فسفوريه اللي تبين. وضحت اخي اسامه. ضباط المتابعة يريد تتواصلوا مع الإخوة في العلاقات العامة في هذه المناطق من أجل المساهمة أنه البلديات تراجع، يعني موضوع المطبات هو موضوع مهم في كثير من الشوارع لتخفيف طبعا سرعة المركبات والحد من حوادث السير في بعض المناطق، لكن أن توضع بشكل عشوائي ودون أن يكون هناك يعني لون يعكس حتى السائق يعرف أنه في مطب، هذا بيكون خطير. معنا مشاركة. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. وبالسلام يعطيك العافية سيدي. حياك الله، نتعرف عليك. فلاح الأقرع من كركيلي، فلاح محمد عبد الله الأقرع. خلاص لا أخي فلاح، بس الاسم الأول والأخير. بالنسبة لي يا سيدي أنا مريض بعيد عنك عندك العافية، عندي كتلة سرطانية في صدري. ألف سلام عليك. وقاعد الله يسلمك، عندي خلق هالسيارة واقفة باب البيت. سيارة إيش؟ 83. سيارة إيش؟ بشاركوا الشرطة بحطوا لها مخالفة، بغربوا بحطوا لها مخالفة، كأنه فيش اللي هي في كركيلي. طيب وين متوقف؟ ليش بحطوا لها مخالفة؟ جنب الصيف. جنب سيدي. في 11 الشهر حطوا طلعت لكيف تحت المساحة مخالفة. اليوم زهزكت روح من الدار، طلعت وأنا طالع اللي هم واقفين، واحد مجلس لي جنب والثاني بكتب وحط لها مخالفة. يعني بقول طيب. وين اروح فيها يعني بتشاركوا بتحطوا مخالفه بتغلق. لا بكل خالفت كل السيارات والله ما خالف الا انا اخي فلاح سيارة. اخي فلاح اسم الثاني خالفوا طيب. اثنين انا عندي دوائر مأجر عماره عندنا في كركيلي قريبه على بيتي، كل السيارات باب بيتي مثل المسبحه بخالفوش ولا سياره، هذول موصيين علي توصل ولا شو كسته. طيب سؤال، بس سؤال يعني، هي بتكون واقفه باب بيتك؟ نعم باب بيتي والله. طيب حافه الطريق شو لونها؟ اسود وابيض. طب يعني مسموح يا سيدي. طب ليش يعني بتكون معرقل حركه السير ممكن؟ لا والله. طب شو حط لك في المخالفه؟ اقرا لي المخالفه يا اخي فلاح، اقرا لي المخالفه، ايش موضوع الماده اللي حط لك اياها في المخالفه؟ انا بعمل شكلها يا سيدي. مشكلة. مخالفتين بودي لك يعني على الفاكس. طيب خليك معنا تحت الهواء. ضباط المتابعة يعني شوفوا لي ليش انه الشرطة بيخلفوها لي قانونية ولا ايش، اذا ببعث لكم المخالفة او نتواصل مع الاخوة في كركيلي لمساعدة هذا المواطن المريض في مكان لإيقاف مركبته بصورة لا تخالف القانون. بالعودة يا اخوان الى موضوع الحلقة، ولكن نذكر بهواتف البرنامج لمن يستمع الينا عبر صوت فلسطين 0229430065 أو 0229430067، ونتواصل وإياكم في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن آفة المخدرات، إضافة إلى استكمال مكالماتكم وإشكالياتكم في كل المجالات اللي ممكن تحدث أثناء تأدية الواجب الشرطي. والهدف من هذا البرنامج هو أن تكون أنت أخي المواطن الرقيب على الأداء الشرطي. طبعا تحدثنا عن دور المواطن، وأنا حاب أركز عليه في هذه الحلقة من أجل تشجيع كافة المواطنين للإبلاغ عن أي تحركات لتجار المواد المخدرة لنحمي أطفالنا وشبابنا وشيوخنا. طبعا في نقطة مهمة يا إخوان، أنه بين فترة وأخرى بنشاهد الإشاعات أنه أمام المدارس يتم توزيع حلويات مخدرة، أمام الجامعات يتم توزيع مش عارف إيش، الجوكر غزا فلسطين، وبنصير نحط قصص من عنا لا أساس لها من الصحة. وللأسف أنه كثير من الناس بتتعاطى مع هذه الإشاعة وبتم ترويجها. خلينا نسمع أخونا عثمان ثم نكمل عن هذا الموضوع المهم وهو الإشاعة. أخوي عثمان سلام عليكم. مساء الخير حضرة الروى. مساء الورد. أنا لسه عقيد. الله يسعد. أنا لسه عقيد أخي عثمان. بكل وقت وبكل مكان وبكل زمان. حياك الله. الإشاعة هي مش مفروضة على كل إنسان. عندما تطلع أو تطلق من أي فم أي إنسان الإشاعة تدمر
وربنا قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا الإنسان خاصة الشعب العربي إذا واحد تكلم كلمة ممكن مش بطريقتها أو بعفوا الكل بياخد هذه الكلمة مقدسة، ولكن لا، لازم الإنسان ينظر من أين صدرت هذه الكلمة وما يصدقهاش وما يروشهاش حتى ما تكون هذه. عشان هيك أخي عثمان يعني أنا بناشد كل المواطنين أنه ما يتعاطوا مع هذه الأخبار الكاذبة. أنا ذكرت أنه سيدي حضرة اللواء، نعم نعم، أنا سيدي في إلي عندك نقطة هامة نسمعها أخي عثمان، إنه إطلاق النار في الحفلات والأعراس تؤدي إلى وفاة مزيد من الناس. نعم يعني شاهدنا قبل. فأنا أناشد حضرة اللواء وأناشد جميع الشرطة أنهم في أن يهتموا في هؤلاء الناس الذين يطلقون النار بالهواء وربما تصيب طلقة طائشة لأي إنسان يؤدي. وهذا ما حدث أخي عثمان قبل عدة أيام في قلنديا عندما تم إطلاق النار احتفالا بتحرير أسير، طبعا والأسران كل التحية لهم لا يقبلون هذا الأمر، وتم إصابة أطفال في هذه الحادثة. شكرا أخي عثمان، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع أخونا عثمان. معنا أخونا هيثم من قلقيلية. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا أخي هيثم. مساء الخير سيدي. مساء الخير، حياك الله سيدي الكريم. أنا من سكان قلقيلية، وأنا يعني عندي مشكلة كبيرة. أنا ساكن في عمارة ونص البلد، وفي سيارات جديدة طبعا، هذه اللي فيها العادم بيجي صوت كبير. هذه يعني الساعة 9 في الليل أو الساعة 10 بتكون الناس نايمة أو الساعة 11، في عنا مطب محطوط بجنب صالة أفراح في نص البلد بسموها قصر نورة في نص البلد. يعني بيجي هون السيارات صوت عالي مزعج، يعني بتحس العمارة كلها بتهز وسرعة مش طبيعية، فهم كيف؟ لا بقدروا انه في ناس مريضة، ناس تعبانة، ناس نايمة، فيش حد بقدر حدا. فبتمنى من الشرطة او من الاخوان الموجودين المسؤولين انه يكون مع هذا الاشي، لانه ازعاج مش طبيعي. طيب اخي هيثم، بس بدي اطلب منك طلب، لما يكونوا موجودين لما تعدي هاي المركبات تبلغ الرقم المجاني 100، ومن طرفنا طبعا سيتم توجيه رسالة الى شرطة قلقيلية من اجل متابعة هذا الامر في الاماكن اللي ذكرتها، واللي ضباط المتابعة بتأكيد سجلوها للمتابعة. المشكلة انه احنا عندنا في قلقيلية موجود سيارات حاملة النمرة الصفراء، يعني فيش حدا بيقدر انه يحكي معهم او يعمل اي اشي معهم. ليش؟ وبيستغلوا هذا الاشي. ليش اخي هيثم يعني ليش انت ليش ليش يعني ما حد بيقدر يعمل معهم شيء؟ لانه هذول بيعتبروا من 48 و48. لا لا لا، حتى من 8. لا لا لا، في هناك اجراءات اخي هيثم، انت بس بلغ لي رقم 100 في هذا الجانب في اللحظة اللي بيكونوا موجودين فيها، وإحنا يعني ضباط المتابعة راح يوجهوا رسالة للإخوة في قلقيلية في المكان اللي أنت تحدثت فيه، والضباط المتابعة إذا بدكم معلومات أخرى من أخونا هيثم. في منطقة ما هو اللي عندنا هون في البلد جنب تاكسي أيوب في نص البلد، فهم كيف؟ مفرز طرق، سيارات مسرعة بيجي بتلاقيه بصير لف السيارة في نص الشارع. لا لا لا، راح نحرك دورية لهذا المكان، يعني راح نحرك دورية للمكان ضباط المتابعة. إذا بدكم اسم المكان ياريت تاخذونا أخونا هيثم، خذوا المكالمة وفهمونا الأماكن اللي بتكون فيها. شكرا أخي هيثم. معنا عبد الله أبو بكر من جنين. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم أخي عبد الله. ألو ألو أخي عبد الله. طيب فقدنا الاتصال. يعني كنا قبل المكالمات تحدثنا في موضوع مهم، وهو الإشاعة اللي بتطلع بين فترة وأخرى. معنا بسام. أيوة معك. السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية سيد راقي. حياك الله أخي بسام، تفضل. معك بسام مشاير من الإذاعة راديو الرم. حياك الله، يسعدك. يعني أنا حقيقة كنت بدي أسير نقطتين، ما شاء الله الشباب من قلقيلية أثروا واحدة منهم، اللي هن الموضوع الصافرات بعد السيارات والتصفير بالليل والإزعاج. لكن أنا بدي أحكي عن موضوع ثاني، وكثير احنا تلقينا شكاوى منه، وفرصة أني أنا حكيت معك على هذا، على هاي النقطة سيادة العقيد، اللي هو عملية السباق إنجاز التعبير. سباق؟ السباق بعد الساعة 3، سباق شيء رهيب، سيارتين أو ثلاثة على نفس الخط، بعد الخط فاضي
وصراحة جنونية. في أي أماكن أخي بسام؟ في أي أماكن؟ نعم في قلقيلية، في قلقيلية. في شوارع معينة؟ في شوارع معينة؟ الشارع هو الشارع الرئيسي، شارع السبع اسمه. في الشارع الرئيسي يعني سباق بشكل إشي دراجات نارية إشي سيارات من الساعة 3 فجرا. من الساعة في بعض الأحيان سيارة العقيد، وإنت أدرى مني إنه بيكون في نشاط أمني فبيقتلنا فرصة إنه يعمل اللي بدهم إياه، بس هذا فيه نوع من الخطر برضو. من الساعة 3 فجرا لأي ساعة؟ لا وين، للساعة 5. للساعة 5 نعم. طبعا بوجود الشرطة في النهار ما فيش هالكلام، حتى ساعات المساء فيش هذا الكلام. هذا الكلام يعني أنا شفته بعيني، مش 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 واحد خرفني، ناس حكوا لي وأنا نزلت في هذا التوقيت بالفعل شفته. طيب أخي بسام، يعني إن شاء الله تعالى نوجه رسالة للإخوة في قلقيلية لأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار على ما يبدو فيه إشكالية في قلقيلية في هذا الجانب. في ملاحظات أخرى أخي بسام قبل أنهي؟ لا والله الله يسلمك يا رب ويعطيك الجهد الطيب على هالبرنامج الحلو. الله يعني يسعدك، شكرا. يعني الجهد مشترك إن شاء الله يا رب. شكرا وتحية لكم في إذاعة نغم في قلقيلية. شكرا شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. معنا أبو صالح من بيت لحم. ألو السلام عليكم. أبو صالح من بيت لحم. ألو السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير، حياك الله. كيفك يا باشا؟ تمام والله. كيف بيت لحم اليوم؟ الحمد لله بيت لحم تمام. حياك الله اخي صالح، تفضل. اخي العزيز، احنا طبعا اللي انا بدي احكيه انه في عندنا في مناسبه الاعراس في عندنا درجات ناريه، هاي اللي بتطلع اصوات مزعجه اللي بتكون مطراتها قويه. انا طبعا قدمت لاخونا قائد الشرطه العقيد العميد علاء، العميد علاء الشربي، كل التحيه له، كل احترام له، واخذ بعين الاعتبار هاي النقطه وتابع الموضوع. ولكن بتطلع بالشارع بطريقه مزعجه جدا جدا جدا، واحيانا تطلع بعد الساعه 9 وبعد الساعه 10 بالليل، فهاي المشكله بتسوي ازعاج في المنطقه في بيت لحم بالذات بطريقه مش طبيعيه. اضافه الى انه يعني بعض السيارات، طبعا هو متابع هذا الموضوع، ولكن هاي بصراحه مزعجه، وانا قدمت اكثر مره شكوى للشرطه في هذا الموضوع، وما بعرف احتمال تبعوها او ما تبعوها، ولكن يعني احنا بنتمنى من الشرطه انها تتبعها بشكل عام بوجود هذا البرنامج الطيب اللي بيساعد الشعب وبيساعد الناس على مشاكلهم وعلى همومهم. ان شاء الله بنشكركم طبعا كثير على هذا البرنامج الطيب. اخي ابو صالح شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. يعني اثرت نقطه مهمه بعيدا عن موضوع الحلقه وهو موضوع الدراجات الناريه. اخوان بدي اوجه رساله الى اولياء الامور، اللي بيسلم هذه الدراجه والمركبة الجديدة لابنه اللي ما بيكون معه رخصة وما بيكون حصل على تدريبات لقيادة هذه الدراجة، ما بيفيق هذا الأب إلا عندما يخسر فلذة كبده، وأنا بتمنى عليهم يتوقفوا عن هذا الأمر. أخونا يوسف معنا. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. يعطيك العافية سيادة العقيد. حياك الله، منين تحكينا أخي يوسف؟ شو أخبارك؟ أنا من الخليل من السموع. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. والله كلهم بيشكوا بيقولوا لك انا عندي كذا وانا عندي كذا. انا والله ما بدي ولا حاجه، بدي بس اشكرك على البرنامج لانه اول مره بحضره، وللاماني انبسطت لانه بتتجاوب مع الناس ووجهك بشوش، وعشان هيك والله حبيت اكلم معك. الله يسعدك، حياك الله اخي يوسف، شكرا جزيلا، يطول عمرك، بارك الله فيك. يعني احنا واجبنا اخي يوسف، وان شاء الله اننا نقدر نوصل الرساله، نقدر نحل هالاشكاليات. احنا ما معنا عصا سحريه، لكن بنساعد في حل بعض الاشكاليات. شكرا شكرا أخي يوسف. يعني أخوان هذا البرنامج يعني هو حلقة وصل ما بين المواطن وقيادة الشرطة ممثلة بسيد اللواء حزم عطلة مدير عام الشرطة، اللي بيساهم في حل هذه الإشكاليات بتعليماته بتوجيهاته بتواصله مع مدراء الشرطة ومدراء الإدارات اللي كلهم بتعاونوا معنا إذا كان في هناك إشكالية معينة. طبعا إن شاء الله الإخوة في تلفزيون فلسطين إنهم يساهموا أيضا في التواصل مع المؤسسات الأخرى كالبلديات والوزارات من أجل حل هذا هذه الإشكاليات اللي ممكن ترد للبرنامج، وبكون يعني طبعا مش اختصاص الشرطة، لكن علاقتنا الحمد لله مع كل المؤسسات جيدة، وبإمكاننا أن نعمل على تجاوز هذه الإشكاليات وحلها مع المواطن. وهذا البرنامج لخدمتكم. يعني موضوع المخدرات يطيل الحديث عنه وبحاجة إلى أكثر من حلقة، وفي الحلقات القادمة سنتحدث عن المركز الوطني لعلاج الإدمان اللي افتتحته وزارة الصحة وتشرف عليه في بيت لحم، وكنا بحاجة إليه، وسعت وزارة الصحة بكل إمكانياتها من أجل أن تجد هذا المركز، وكنا من المعيقات اللي بنواجهها هي عدم وجود مركز فطام أو مركز علاج للأشخاص اللي
يعني وصلوا لمرحلة الإدمان في التعاطي ويرغبون بالعودة عن التعاطي والعلاج من هذا الأمر. حقيقة يعني لم يتبقى لنا وقت إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن الاستماع والمتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة وموضوع آخر. نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.